رغم احتدام الأوضاع الميدانية هنا في قطاع غزة، وقد دخلت الحرب يومها 54 بعد المئتين، يحيي من أتوا هنا لخدمة جرحى غزة واحتضنوا جرحاها وطببوا جراحهم شعائر عيد الأضحى المبارك هنا داخل المستشفى الميداني الإماراتي. الحمد لله، صلينا صلاة العيد اليوم بمرافقة إخواننا الجرحى والمصابين في المستشفى الميداني بغزة، ونتمنى على الأمة الإسلامية عيدا أضحى سعيدا على الجميع، ونتمنى إن شاء الله في الأعياد القادمة أن نتشرف بالصلاة مع جميع إخواننا في غزة بسلام ومن دون أي إصابات بإذن الله. من مستشفى الميداني الإماراتي قمنا بصلاة العيد هنا كأسرة واحدة مع إخواننا الأطباء والممرضين في المستشفى الإماراتي، وكانت الأجواء رائعة مفعمة بالأخوية والحب. ونتقدم بالشكر الجزيل إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الخدمات التي قدمها للشعب الفلسطيني. اليوم كانت عبارة عن توصيل رسالة للعالم بأنه رغم الظروف العصيبة اللي بعيشها شعبنا ونحن في المستشفى الميداني الإماراتي، متحدين متآلفين، نحاول أن نوصل رسالة أنه نأمل أن تنتهي هذه الحرب وأن تنتهي معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني، وأن يعود كل منا إلى مكانه إلى بيته، والرحمة اليوم للشهداء والشفاء العاجل للجرحى، ونتمنى الحرية لأسرانا. رسائل عدة أرسلتها الطواقم الإماراتية والطواقم الفلسطينية وجرحى الحرب، كلها أمل أن تنتهي هذه الإبادة الجماعية عما قريب، وأن يأتي عيد الأضحى المبارك القادم على غزة، وأن ينعم فيها السلام والخير. لقناة الغد، علاء أبو محسن، مدينة رفح.